اروح معاك للدوري قبل ما افتح معاك ماتش مودرن، عايز اخد رايك. عارف انك بيبقى ليك نظره كده وزاويه مختلفه شويه. الفتره الاخيره دي يبدو لي يعني او بيقال، ويمكن مقدمات ماتش الاهلي وبيراميدز السنه دي اكدت الاحساس ده جدا، انه القمه في مصر اتحولت بقت اهلي وبيراميدز. اهلي وبيراميدز اغلب النهائيات، اهلي وبيراميدز كالسوبر، اهلي وبيراميدز دوري ابطال، اهلي وبيراميدز قمه الدوري المصري. شايف ده واقع حقيقي احنا عايشينه، ولا دي مرحله استثنائيه، ولا الزمالك في كبوه ولما يفوق تاني هترجع القمه او المنافسه بين الاهلي والزمالك؟ سؤال خطير للغايه وسؤال واقعي وصريح. عارف بدايته كانت امتى؟ يوم ما نادي الزمالك انسحب قدام النادي الاهلي، كانت في مباراه السوبر اللي اتلعبت في الامارات. لما الاهلي لعب بيراميدز، لما بيراميدز جه كبديل. مظبوط. في نهايه المباراه دي. من ساعتها في وجهه نظري الشخصيه منظومه نادي الزمالك بدات تروح للحته دي. النهارده نادي بيراميدز بكل امانه برضه لازم اديهم حقهم. نادي بيراميدز استغل السنه دي متغير. عقلياتهم متغيره. بتتكلم على اللعيبه وبتتكلم على الاداره؟ كله. المنظومه بتاعت النادي، اداره، جهاز فني، لعيبه، متغيرين. باصين للملعب. حتى رغم يعني مثلا الشيبي في المباراه الاخيره مركز، حسين الشحات كان متوتر شويه بس برده كان مركز، بس بتشوف مفيش حدش عايز يدخل نفسه في افلام. مارسيل كولر عمل ايه اول ما لقى الشيبي نزل كبديل؟ يعني يورشيتش عمل حركه كل اتفاجئنا بيها، قعد الشيبي على الدكه. ايوه. فليه؟ قال لك لا انا مش عايز ابوظ الماتش، انا عايز اكسب، مصلحه الفريق قبل اي حاجه ثانيه. الشيبي نفسه، انا اسف يعني كلاعب، ما قالوش قبل الماتش انا عايز العب، انا عايز العب لعيب، ما تقعدنيش. اكيد قال له، لكن هو حط مصلحه الفريق. قال له اكتر من كده كمان. اكيد قال له اكتر من كده. حسين الشحات بص، مارسيل كولر بص، مدير فني محترف، اول ما لقى الشيبي نازل حسين انقل وما رجعوش. يعني هو دايما بيعمل روتيشن يمين شمال شمال يمين. أي. عشان يعمل كده ايه، بلبله هنا وبعت بعد حسين شحاب بعيد وبعد ليه مركز الملعب. فنادي بيراميدز حتى برضو كابتن هاني سعيد، في السنوات الماضيه دايما اشوف تصريحاته يحط الاهلي في جمله مفيده عشان يطلع ترند، في جمله مش مفيده ايا كان. السنه دي لما اتسال هو في سكوت تام. واذا لما اتسال قال لا احنا مش مرشحين للدوري، ده النادي الاهلي هو الاكثر في النقاط اذا فاز في ماتشاته. وبدا يحط الوش بتاع مين؟ بتاع مكوينا لما كان مع سان داونز. تمام. فانت هنا بتتكلم في ايه يا احمد؟ بتتكلم النهارده احنا نعرف المنظومه دي عشان تنافس الالقاب وتبقى نادي عايز تاخد بطوله وتكسب لقب، لازم العقليه تختلف. انا اسف، لازم تقلد الاهلي بوضوح وصراحه. تقلد الاهلي، مش لازم تقلد، اتعلم من الاهلي. يا سيدي انا بحب اقول اهو قلد الاهلي. ليه؟ لان هو ده اللي كسب ببساطه. فبيراميدز هو دي مسته السنه دي ومركز. طيب بعد الماتش في اي كلام استفزازي؟ قال بيحضروا نفسهم ماتش 22. ليه؟ الفرصه الاخيره ليه. وعايز اقول لك حاجه، ماتش 22 اصعب من ماتش مش اللي اصعب، هم لا يهاجموا الاول. افتكر ماتش 22 يوريشيتش مش هينزل مدافع زي الماتش بتاع اول امبارح، لا هينزل هو ياخده مبادره. ومارسيل كولر خلي بالك، افتكر التعادل مش هيزعله. بص يعني اسف، ايه التصرفات دي بتخلينا نشوف شطرنج. لا ونتيجه الماتش ده اثرت بشكل كبير جدا على تراك كل فريق من الاثنين. يعني الاكثر من حيث الضغوط، الاكثر من حيث التوتر، الاكثر من حيث الارقام والحسابات كان النادي الاهلي قبل المباراه. الاكثر ارتياحا كان بيراميدز. صحيح. نتيجه المباراه بالاضافه للثلاثه بونت قلبت الاوضاع، خلت انه الاكثر هدوءا، الاكثر ارتياحا النادي الاهلي، والتوتر كله تصدر لنادي بيراميدز. كلامك صح، ودي كمان يثبت كلامك ان دي واحده من اكثر المباريات القمه اللي احنا شفناها في الدوري المصري الاخير. ما فيهاش مشاكل، بنتكلم في الكوره بس، يعني مباراه بتجبرنا نتكلم فيها فنيات وتاكتكس. وبص ده عمل ايه، وبص ده في الماتش الجاي هيعمل ايه، طب وده قعد الشيبي وحسين الشحات راح. ده حسين الشحات عمل سلو باس في المباراه دي بعد، يعني افتكر بتاع وسام، اللي هو بعد الجون. بعد الجون مش ممكن. انا عمال اقول هو شافه ازاي، يعني شافه ازاي بجد عشان يعملوا السلو باس ده. فانت بتتكلم على لعيبه الجهاز الفني اللي معاها مخليها تعمل ايه؟ شغل بس،
حدش يفكر في اي حاجه بره الملعب، ملناش دعوه، احنا عايزين النادي بتاعنا يبقى في وضع افضل. هو انا في وجهه نظري المقومات اللي انا وانت قلناها في اخر 3 دقايق دول او 4 دقايق دول، هم دول مقومات النادي اللي بيحط اهدافه تجاه البطوله واتجاه الالقاب. تجربه بيراميدز لو كان معاه جمهور تعتقد انها كانت تصنع الفرق؟ كانت تخوف. تخوف طبعا، تخوف جدا. ليه؟ تجربه مشابهه ليها تجربه مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بص على تاريخه قبل التجربه الاماراتيه معاه، مفيش نادي حتى كان بيهبط لدوري الشامبيونشيب في انجلترا. لما جم المستثمرين الاماراتيين وضخوا اموال وجابوا، وخلي بالك مش بس ضخوا اموال، لا وجابوا اللي يخطط ويفكر، المدير الرياضي. مش جابوا مدير رياضي من عندهم، لا هو جاب واحد يصلح فبنوا، وجابوا جوارديولا وحصل فشل. مانشستر سيتي في اول موسم له بيتغلب من موناكو رايح جاي، كان كام يا ربي؟ كان 5-4. ومن قبل جوارديولا لما كان معاهم كان بيليجريني نجح معاهم، وبعد كده بس طبعا في حته ايه. بس خلي بالك مانشستر سيتي عنده جمهور. ايوه مش فريق طبعا طبعا طبعا. مانشستر سيتي عنده جمهور عريق كبير طبعا. أيوه. يعني مدينه مانشستر مقسومه بين يونايتد وبين السيتي. انا فوق طبعا طبعا نادي بيراميدز لو كان عنده، يعني مثلا لو كان مثلا نادي غزل المحله، نادي غزل المحله واحد من الانديه الكبيره جدا جدا، عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا في مصر. الاتحاد المصري الاسماعيلي طبعا طبعا. الانديه دي لو مشت في نفس السكه دي طبعا تبقى تجربه خطيره جدا.